زميلي كريم، برحب بيك طبعا وبرحب بكل متابعي رقم 10 على شاشه القناه الاولى، ومعايا واحد من اساطير كره القدم بالفعل ونجم منتخب مصر ونجم نادي المقاولين العرب، كابتن عبد الستار صبري. كابتن عبد الستار برحب بيك، ببعت لك تحيات كريم رمزي ومنورنا في رقم 10. حبيبي ربنا يخليك. طبعا سلام لكريم. كريم ده حبيبي جدا، من اعز اصدقائي وحبيبي جدا، وربنا يوفقه طبعا. متالق يعني، ربنا يوفقك حبيبي. النهارده موجودين يعني خطوه جديده، يعني زي ما نقول كده اجيال بتسلم اجيال، موجودين النهارده عشان تدعموا فرقه 2008 قبل بطوله شمال افريقيا وامم افريقيا وايه اللي قلته بقى للعيبه دي؟ وشايف الناشئين في مصر الوضع اختلف عن زمان، الموهبه قلت، وشايف الموضوع ده ازاي؟ يعني كان الجيل بتاع 2008 انا شايفه مميز جدا، والدليل ان في بطوله وديه اتعملت، وكان المفروض 2007 كان يروح البطوله، كانت بطولة مهمة جدا يعني ودية، فيها منتخبات على أعلى مستوى. الاتحاد طبعا إن هو البطولة لازم يبقى حد من المنتخب يروحها، راح طبعا رشحوا ل 2008. 2008 تروح البطولة الودية، كان الكابتن كاس لسه برضه ما عرفش اللي يحط يعني زي ايه بالظبط كده، والخطة والتشكيلة الأساسية للمنتخب، بس لعب البطولة وراح البطولة وعملوا اداء محترم جدا واداء مميز جدا وخدوا البطوله. يعني ده معناه ان في فعلا في جيل محترم جدا، جيل مميز جدا. عشان كده احنا ايه خلاص يعني احنا ايه استقر على الجهاز، على التشكيله كابتن كاس واللعيبه اللي موجوده معاه، داخلين تصفيه مهمه جدا، هي دي البدايه. يعني خدوا خلاص، خدوا المهمه الاولانيه ان هي البدايه بتاعتهم في الدوره الوديه، بعد كده خلاص خلاص اتعودوا بقى. المنتخب مصر التصفيات مهمه جدا، البدايه دي بقى ان شاء الله من يوم 11 مع المغرب، ماتش مهم جدا البدايه. عشان كده انا بقول منتخب مصر والكابتن كاس يعني مر بالظروف دي كده، واكيد بيكلم اللعيبه على بالنسبه للحاجات والمواقف اللي هتحصل في المباريات، وان شاء الله تبقى باذن الله بدايه كويسه جدا ان شاء الله للمنتخب مصر 2008. كان في كلام بقى الاجيال دي الافضل اللي هي الاجنبي، لا المصري لما تجيب لاعب بقيمه عبد الستار او احمد الكاسلي، الاجيال دي ايجابيا هيستفيدوا، لا الخبير الاجنبي ما عندوش عواطف. انت مع اي مدرسه من المدرسه دي بالنسبه للناشئين؟ للناشئين والشباب. لا المصري ده، الاجانب بيجوا عندنا، الاجانب بيجوا عندنا، مش المصريين بيروحوا عندهم هناك. يعني الدليل ان احنا هم بيجوا عندنا عشان ايه؟ يتعلموا برضه عندنا حاجات. المصري لا، مدرب كبير وموهوب اصلا، بس ياخد المساحه وياخد الامكانيات هيبقى لا مبدع. انا بقول للمدرب المصري عنده حاجات كده، يعني فكره كبير جدا. حتى احنا نبص للمدرب المصري قريب جدا من المدرب البرازيلي، مدرب برتغالي على طول على مستوى العالم، هم المميزين، هم المميزين. عشان كده المدرب المصري واخد الفرصه وطلع بره وعمل الشغل بتاعه وعمل البرامج بتاعته هيبقى مدرب عالمي جدا. سيطرة الأهلي والزمالك على البطولات الأفريقية والقارية، الأداء اللي احنا شايفينه مع كابتن حسام حسن، شايف إن ده بيرجع منتخبات مصر واسم مصر إن هو يسيطر على الكرة في أفريقيا؟ يمكن بعيدنا شوية، لكن الأمور بدأت تختلف الفترة الأخيرة. هبد منتخب مصر رجع تاني مع حسام حسن، أنا شايفها رجعت تاني بشكل كبير. حسام حسن يعني قيمة وقامة كبيرة جدا، سواء كان هو كان لاعب أو مدرب دلوقتي أو المدير الفني، أنت بيدي إحساس وبيدي ثقة كبيرة جدا وروح عالية جدا للعيبة، إن حسام حسن هو المدير الفني واقف على الخط، إن هو مر بمراحل كتير جدا وظروف كتير قوي مع منتخب مصر، هو بيطلع الإحساس ده للعيبة. والحمد لله يعني كابتن حسام حسن من ساعة ما ابتدى تولى المسؤولية إن هو ماشي بشكل كويس قوي، الماتشات والأداء احنا نشوف، احنا دلوقتي يعني احنا ما كناش نشوف منتخب مصر بيجيب اهداف كتير قوي، كل مباراه دلوقتي بيعدي الاثنين او الثلاثه، ودي حاجه كويسه جدا، يعني بتدل ان في دلوقتي انتشار كويس، في قوه هجوميه وعندنا منتخب قوي. يعني انا شايف منتخب مميز جدا، الخطوط مكتمله جدا مع منتخب مصر، يعني سواء من حارس المرمى للمهاجم مصطفى محمد. عشان كده انا شايف يعني ان شاء الله باذن الله مع حسام حسن
ترجع تاني ان شاء الله للامجاد بتاعت بطولات افريقيا ان شاء الله باذن الله. ويبقى ايه لينا وضع كمان مهم جدا في كاس العالم، مش عايزين احنا نبقى ايه لينا اداء وشكل ونعدي الادوار ان شاء الله في كاس العالم. سعيد ان الافضل في العالم دلوقتي مصريين سواء محمد صلاح او عمر مرموش، حديث وكالات الانباء اللي في العالم كلها ان هم الافضل، سعيد ان دول ولاد مصر، سعيد ان هم بيشرفونا في الدوريات الاوروبيه. طبعا طبعا محمد صلاح ده حاجه عالميه بالنسبه لنا، ودلوقتي دخل مرموش. بس محمد صلاح اكلمك على محمد صلاح، يعني انا شايف محمد صلاح من ساعه ما ابتدى الاحتراف بتاعه هو مركز وعنده طموح، عنده هدف معين جدا ان هو عايز يوصل بالشكل ده. هو ادى حافز كبير جدا للعيبه، لعيبه منتخب مصر وحتى اللعيبه الموجودين هنا في الدوري المصري ان هو عايزين يبقوا زي محمد صلاح، وده حاجه كويسه جدا. مرموش ابتدى ايه يعني انا متاكد محمد صلاح اتكلم مرموش قال له اشتغل ازاي وابتدي خطواتك ازاي عشان يبقى في شغل على نفسه. وفعلا مرموش دلوقتي احنا الناس كلها بتتكلم عليه، العالم كله هو ماشي هداف مع هاري كين في الدوري الالماني، وربنا وفقه ان شاء الله باذن الله. بس انا هكلمك على لعيبه المنتخب مصر، اي لعيب يسافر بره هو محتاج تركيز، محتاج اهتمام ان هو ايه نقف وراه سبورت بشكل كبير قوي. لعيب مميز جدا اللعيب المصري، اي لعيب مصري بيروح بره بيأدي. ما انا بقول لك حريف عنده المهاره زي اللعيب البرازيلي، في علامه كده مسجله اللعيب البرازيلي يقول لك ده برده اللعيب المصري لو يركز هيبقى حاجه جامده جدا ان شاء الله. اكتر صبر محمد صلاح، محمد النني، مش عايز انسى الاسماء دي كلها، ومع ذلك نادي المقاولين بيمر بفتره صعبه، حزين على وضع نادي المقاولين. حزين جدا جدا جدا. نادي المقاولين ده كان رقم واحد اول حاجه ناشئين، رقم واحد في ايه على مستوى ايه قطاع الناشئين على مستوى مصر كله، هو اللي طلع لعيبه كتير جدا مميزين جدا، وكفايه طلع عبد الستار صبري محمد صلاح محمد النني ولعيبه كتير جدا محترفين. انا بتكلم ان احنا ايه محترفين، احنا كملنا الاحتراف بتاعنا بشكل كبير قوي مميزين جدا. دلوقتي نادي المقاولين حسيت انه في دلوقتي في مشاكل من ناحيه اللعيبه الناشئين، بقى الوضع مختلف خالص، حتى ايه مفيش اهتمام بالقطاع. القطاع كان ايه في مركز على حوالي 4 أو 5 ايه فرق ان هو بيهتم بيهم بشكل كبير، دلوقتي بقى لا، في دلوقتي في براعم واكاديميات وحاجات كتير جدا، عشان كده ايه التركيز قل شويه، والنتيجه اهي النادي المقاولين نزل للدرجه الثانيه. اخيرا متواصل مع مورينيو؟ طبعا مورينيو ده مدرب في تركيا. مورينيو لا مورينيو هو بيحب اصلا يعني ما فيش حد اصلا يتكلم عليه، والجماهير اصلا هو اتفاجئ اصلا هو بيقول لهم انا كويس ان انا موجود عندكم يعني عشان كده مورينيو لا من المدربين يعني عالميين جدا، حاجه جد يعني كبيره جدا، عشان كده انا بتواصل معاه. مع يوب هانكس برضو المدير الفني الالماني يوب هانكس، ومدربين كتير اري هان ومدربين اللي انا اتمرنت معاهم، عشان كده لا يعني انا مورينيو ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا.